السلام عليكم. زار هذه الظاهرة تاع اليوم وزير السكن والعمران المدينة السيد محمد طارق بالعريبي. إذا زار ملعب تيزي وزور للوقوف على مدى التحضيرات نتاع الملعب هذا لإجراء مقابلة تجريبية هذا في غضون شهر ماي. إذا هذه هي بدون ما نطول عليكم نخليكم تتابعوا ما تبقى من التفاصيل تاع الزيارة هذه إلى ملعب أي تحمد بتيزي وزو. وصحة فطركم وصحة رمضانكم والسلام عليكم. We'll be right back.